السلام عليكم مشاهدينا، وين ما كنتم عم تحضرونا على قناة أرابيتاك. اليوم درسنا عن الماجيك تول ببرنامج الفوتوشوب، أو نوع من أنواع السلك اللي بنقدر فيها ننظف الخلفيات والصور الموجودة. يعني طبعا عنا هيدي الصورة موجود عليها خلفية لون أبيض. منروح على شمال الفوتوشوب، في عنا تول اسمها ماجيك تول، أو منكبس W على الكيبورد، منكبس عليها بيعطينا هون صفحة اللي منعوزها لنظبط الماجيك تول إذا عنا إياها بطريقة مش ظابطة 100%. في عنا هون منفوت محطوط 10، هلا فينا نحط 20 200 قد ما بنقدر فينا نحطها. إذا حطيناها 100 مثلا بصير بس ناخد السيلكت أو نكبس بالماوس عليها ياخد مع الأشياء اللي ما بدنا إياها تتاخد، فمنخفف لنقدر ناخد اللي بدنا إياه بالصورة، اللي هي إنه نقدر نشيل الخلفية البيضاء الموجودة. بنحطها مثلا 10. بس كون عنا السلك موجود بهالطريقة فنحنا بنكبس كنترول دي على الكيبورد، أو بنكبس الموف تول، تروح هيدا السلك الموجود اللي عندنا. فمنروح على الماجيك تول ب10، كون محطوطة 10 مثلا، بنكبس عليها بيعطينا الميل الأبيض اللي عايزينه بالصورة نشيل. نكبس هون في الأبيض الصغير، في عنا أبيض هون بهالدويرة، وفي عنا أبيض من هنا. هلا طبعا فينا نحط كمان 20 مثلا، 20 تقوى عنا وبتصير الصورة يمكن أنظف. بهالطريقة ومنكبس ديليت على الصورة اللي على الأبيض اللي بدنا نشيله، بيروح عنا الأبيض الخلفية البيضاء اللي بالصورة، كنترول دي سوري. وبهالطريقة بكون راح عنا الأبيض. أصدقائي، هذا كان كل شي عن التول اللي هي ماجيك تول ببرنامج الفوتوشوب، وكيف نقدر نشيل الخلفية اللي موجودة يعني. وشكرا. اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.